هلا المعادلة تبعت سي راح تقول انه واي هات اوف تي تساوي، هلا عندي هذه اكس 1، اذا اشتقيت اكس 1 ان ماينس 1 تايمز شو بتعطيني؟ مش ان تايمز، ان ماينس 1 تايمز اكس ان، لانه انا حتى انتقل بينهم بدي ان ماينس 1 اشتقاق، فبصير عندي هاي بتساوي شو معامل. هلا مين نبدا؟ نبدا باي واحد فيهم. هاي راح تصير عباره عن b1 ماينس a1 b0 مضروب في xn of t مضبوط، زائد b2 ماينس a2 b0 في xn ماينس 1 of t لحد ما اوصل في النهايه bn ماينس an b0 x1 x وهاي راح تكون x1 of t. فعمالنا بنقول y hat، احنا عارفين انه y hat لسه بدي اضيف لها ايش؟ b0 في u of t مش هيك؟ فاذا بدك تحط هون x1 بايش راح اضربها؟ هاي x1 راح اضربها في b bn minus an b0 وراح اجمعها لاشياء كثيره. ايش راح تعطيني على الاوتبوت؟ y hat لا لسه ما جمعت، هذا المشكله ما ضلش عندي مساحه، بدي اجمع لها هاي. ايش بدي اجمع لها هون؟ هاي راح تنضرب في b0 بلس بلس، هاي ايش راح تعطيني؟ واي اوف تي. هاي اخذت بعين الاعتبار بي نوت فيو اللي هي دي، هاي نفسها دي بس سكيلر، ما هي رقم واحد. وبعدين عندي هلا البقيه، هاي ضربتها في بي ان ماينس اي ان بي نوت، هاي بايش راح اضربها؟ اللي قبلها اللي هي بي ان ماينس 1 ناقص اي ان ماينس 1 بي نوت، هاي نفس الشيء راح اضربها لحد ما اضرب بالاخر xn مضبوط، و xn بايش راح تنضرب؟ b1 minus a1 b0 هذول كلهم راح اجمعهم. شو صار الشكل العام تبعها؟ طبعا هذول هم معاملات سي مش هيك؟ اذا حطيناهم هلا ايش لازم يكون الاوردر تبع سي؟ n في n، n في i، j في n مش هيك؟ j واحد. واحد في n، اذا c راح تساوي عندي راح تكون هم المعاملات هذول، بس ببدا في مين؟ ما ببدا بهذا، ببدا ب هذا، فهذا راح يكون bn minus an b0 bn minus 1 minus an minus 1 b0 لحد ما اوصل في النهايه b1 minus a1 b0 مضبوط بهذا. هي c ودي احنا عارفين انها بتساوي الشكل العام. اذا بتطلعوا عليه، اذا بدنا نرسمه، عندي الانبوت يو اوف تي، الانبوت يو اوف تي بنطرح منها كل معاملات المقام بنطرحه في ستيتس وبنطرحه منها، والاوتبوت واي اوف تي بتساوي سي، هي سي، سي مضروب في كل ستيتس بهذا الاتجاه. اذا بدي ارسمها بهذا الشكل هيك بما فيها، بما فيها يو اوف تي مضبوط، لانه البي نوت، وهدول طبعا كلهم مضروبين بارامتر. هذا البارامتر مثلا ايش المضروب فيه هون؟ وهدول هذا بي نوت، وبعدين هدول بصيروا بي 1 ماينس اي 1
اوكي. هذا اسمه الكنترولبل كانونيكال فورم. ايش اهميته؟ اهميته في الكنترولبيلتي، فحص الكنترولبيلتي.